أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها الطقس رياح قوية جدا وثلوج وأمطار نشرة إنذارية محينة في التفاصيل حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من هبات رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة وتساقطات ثلجية كثيفة على مناطق مختلفة من المملكة المغربية من الخميس إلى السبت هبات رياح قوية مستوى اليقظة أحمر السرعة 100 120 كلم في الساعة المناطق المتضررة المضيق الفنيدق شفشاون الحسيمة فحص أنجرة دريوش تارودانت تازة المدة من مساء الخميس إلى غاية اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا مستوى اليقظة برتقالية السرعة 95 يتكلم في الساعة المناطق المتضررة العرائش شيشاوة مولاي يعقوب مكناس صفرو تنغير الحوز جرسيف ورزازات الحاجب إفران فاس وزان بن سليمان الرباط سلا، الصخيرات تمارا الخميسة المدة من الخميس السادس مساء إلى الجمعة الحادية عشرة ليلا تساقطات مطرية رعدية قوية مستوى اليقظة أحمر كمية الأمطار مئة وعشرة، ملم المناطق المتضررة تطوان وزان العرائش شفشاون المدة من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت مستوى اليقظة برتقالي كمية الأمطار 60 90 ملم المناطق المتضررة أزلال الحوز طنجة أصيلة مدلت بني ملال الفحص أنجرة تازة، تاونات، الحسيمة، إفران، جرسيف، بولمان، صفر المدة من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت كمية الأمطار 30-60 ملم المناطق المتضررة الصخيرات تمارة شيشاوة الصويرة الرباط سلا آسفي كنيفرة المضيق الفنيدق القنيطرة بن سليمان سيدي قاسم سيدي سليمان مكناس فاس مولاي يعقوب الحاجب الخميسات المحمدية مديونة الدار البيضاء النواصر برشيد الجديدة، أكادير، اليوسفية، الرحمنة، سيدي بنور المدة من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت. الطقس، تساقطات ثلجية، مستوى اليقظة، برتقالي كمية الثلوج. 20، 50% من المناطق المتضررة، المرتفعات التي تتجاوز 1900 متر في إفران. ميدلت، تنغير، أزيلال، بني ملال، بولمان، الحوز، جرسيف، صفرو، تازة المدة من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من مساء السبت. نصائح هامة. توخي الحذر من هبات الرياح القويه تجنب الاماكن المكشوفه والوقوف تحت الاشجار تامين المركبات والاشياء القابله للتطاير الانتباه من مخاطر السيول والفيضانات